هلا في فكره الستيت سبيس موديلنج، السيستم له عدد من الفاريبلز الستيت فاريبلز، ففي حاله معينه فبنقول ذا سيستم at any point in time has a state، حالة من الحالات، زي ما بقول شخص في هلا الآن هو في حالة معينة، هاي الحالة موصوفة this state is fully described by the state variables. اوكي، فعندي state variable توصف حالة هذا السيستم. مثال عليها وإن كان مثال غريب شوي بس هو أحد الأمثلة، ممكن أجي أقول أوصف طالب، أوصف حالة الطالب أو state تبعت الطالب، بس ما بستعمل variable واحد، ممكن أستعمل عدد من ال variables. كيف ممكن أوصف حالة طالب في هاي اللحظة اللي قاعد في المحاضرة الآن هون؟ إيش الأشياء اللي ممكن تستعملها parameters معينة تستعملها توصف حالة هذا الطالب في اللحظة هاي؟ نعسان، ممتاز، اوكي. سليبي، ايش كمان؟ سليبي او اليرت، اوكي؟ اليرت يعني مفتر. ايش كمان؟ مركز، اوكي ماشي. كونسنتريتنج، يمكن يكون جوعان مش هيك؟ هنجري. هلا هدول مش مرتبطين ببعض، يعني ممكن يكون جوعان بس مركز، وممكن يكون لا، يمكن في ارتباط بينهم. فممكن هدول الفاريبلز اجي اوصفهم، اقول هذا سي 1 اوف تي، وهذا اسميه سي 2 اوف تي، وهذا اسميه سي 3 اوف تي، واجي اقول حاله الطالب. هدول كلهم بيركزوا مثلا على درجه الاستيعاب او درجه الفهم تبعت الطالب، واجي اقول في الحاله هاي في هاي اللحظه مثلا هذا له قوه معينه 3، وهذا له قوه معينه 2، وهذا له قوه معينه 1، وهاي توصف لي درجة الفهم عند الطالب. تعتمد انه هو اذا هو نعسان مش قادر يسمع اصلا، مش شايف شيء، نايم مثلا، او هو مش مركز ما بده يركز، مش لانه نعسان او هذا هو ما بده يركز، او لانه جوعان عم بيحاول يركز بس هو جوعان، هاي عم توصف لي. فهذا فيريبل، هذا فيريبل، خلينا نسميهم اكس عشان نقربهم للهاي، وخلينا نسمي هذه اكس 2، وهاي نسميها اكس 3، وراح احط كوفيشنتس لهم هون على اهميتهم. مين بتعتقدوا اهم واحد فيهم؟ يمكن الهنجري، والله الهنجري مظبوط، الهنجري انا لو كنت جوعان ما بقدرش اركز. اوكي، فالحاله هون بيطلع معي رقم، الرقم هذا بيمثل حاله هذا الطالب في هاي اللحظه من هون. فهذول سميناهم اكس 1 اكس 2 اكس 3، اكس 1 واكس 2 اكس 3 هم ايش؟ سكيلرز. لو جمعتهم مع بعض ايش بقدر اجمعهم؟ باجي بقول احنا ليش بنحط فيكتورز؟ مرات بنحط فيكتورز اريح حالي، مش هيك؟ مش بريح حالي، عندي مجموعه فاريبلز، بدل ما اضل اكس 1 واكس 2 واكس 3 شو بستعمل؟ باجي بقول اكس بصير اعمل هيك وصار اكس كولوم فيكتور. اوكي، اكس صار كولوم فيكتور، ولما بقول اكس انا مفهوم انه بقول كابيتال اكس، عمالي بوصف الحاله تبعت الطالب في اللحظه هاي. سي 1 وسي 2 وسي 3 ثابتين كونستنتس، هذول هم العلاقه ما بين درجه الفهم وحاله الطالب في اي لحظه من اللحظات الموجوده هون. اكس 1 واكس 2 واكس 3 منفصلين عن بعض في هاي الحاله، وانا عبرت هاي اتس كونسايز، بنقول كونسايز، كونسايز فورم او كومباكت فورم. الماتريكس او الفيكتور هو كونسايز او كومباكت فورم، يمثل لي مجموعه معينه من الفيكتورز، وبساعدني في الحسابات لما اجي اعمل حسابات من هون، بساعدني اني اعمل هاي الحسابات واطلع الاوتبوت. اوكي ماشي، فاهم؟ فاهمين فكره الستيت؟